تحذير بخصوص الأضواء الفلورية. الأضواء الفلورية هي لمبات أنبوبية مضغوطة بغاز مهيج للبخار الزئبقي بواسطة شحنة كهربائية. اللمبة الفلورية بتحول الشحنة الكهربائية لضوء بفعالية أكثر من اللمبة التقليدية، ورغم ارتفاع سعرها عن سعر التقليدية فهي على المدى البعيد أوفر لأنها بتستهلك أقل كهرباء، وهالشي بينعكس على فاتورتك. فمثلا عندي هون لمبتين، هيدي بنسميها نويصة، بنستخدمها بالليل حتى لما نفيق نقدر نشوف طريقنا، قوتها 9 واط. وعندي هون لمبة فلورية قوتها كمان 9 واط، لكن ضوءها بيعادل ضوء لمبة تقليدية بقوة 40 واط. بمعنى آخر، لما تستخدم لمبة فلورية 9 واط كأنك عم تضوي غرفتك بلمبة تقليدية بقوة 40 واط، لكن بكلفة النويصة. وخلال حياتها بتوفر حوالي 23 دولار مقارنة مع التقليدية. وإذا حولنا كل أضواءنا من تقليدية لفلورية حتنخفض فاتورتنا الكهربائية بشكل ملحوظ جدا. من إيجابيات الفلورية إنه ضوء أبيض بينتشر بالغرفة بشكل متساوي مثل ضوء الشمس بشكل مريح للنظر، بعكس التقليدية اللي ضوها مائل للحمار وما بينتشر بشكل موحد. من إيجابياتها كمان إنها ما بتسخن وبتخفف فرص حصول حرائق. لكن رغم إيجابياتها، اللمبة الفلورية إلها سلبياتها، وصنفتها وكالة الولايات المتحدة لحماية البيئة كنفايات خطيرة، وأوصت بمعالجتها بمكان متخصص مختلف عن المكان اللي بتتعالج فيه النفايات التقليدية. ليش؟ لأنها بتحتوي على مواد خطيرة مثل الزئبق. لما تنكسر اللمبة الفلورية بيتسرب الزئبق اللي فيها وبيلوث الغرفة. 99% من الزئبق موجود بالفوسفور اللي باللمبة، خاصة لما تقترب من نهاية حياتها. شو لازم تعمل؟ فورا بتفتح كل شبابيك الغرفة لتهوئة المكان، بتلبس كفوف وبتستخدم أوراق محارم مبللة لجمع كافة نثر الزجاج، ولما تخلص بتحط كل الزجاج وقطع اللمبة مع المحارم والكفوف اللي استخدمتها بكيس بلاستيكي بسحاب مثل هيدا، أو كيس متين ما بيكون فيه ثقوب، وبتربطه جيدا. وما لازم أبدا استخدام الشفاط الكهربائي للتكنيس، لأنه بينشر الغاز بالجو وبيزيد المشكلة. الزئبق مادة خطيرة جدا، ممكن تدخل جسم الإنسان من خلال الجلد وتدمر خلايا الدماغ وتسبب مرضي باركنسون وألزهايمر ومضاعفات أخرى. من سلبيات الفلورية إنها بتبث كمية ضئيلة من الأشعة المفاق بنفسجية، وحسب دراسة أجريت سنة 1993، التعرض لأشعة مفاق بنفسجية منبعثة من لمبة فلورية مدة 8 ساعات بيعادل التعرض لأشعة الشمس لمدة دقيقة كاملة. بعض الأشخاص اللي عندهم مشكلة في تحمل نور الشمس ممكن تسبب لهم اللمبة الفلورية بعض المشاكل الصحية المتعلقة بتأثير الأشعة المفاق بنفسجية على النظر. الأشعة المفاق بنفسجية لها تأثير سلبي على اللوحات المائية والعديد من الأنسجة، والأعمال الفنية القيمة لازم تنحمى بطبقة زجاجية خاصة بتعزل بينها وبين الضوء الفلوري. من سلبيتها كمان إنها ملائمة فقط لحرارة الغرفة وغير مناسبة للاستخدام بالبراد أو فرن الغاز، وكثرة الإضاءة والطفي بتقصر لها عمرها بعكس التقليدية. ومن سلبيتها كمان إنها لما تقترب من نهاية عمرها بتصير ترجف وتزعج النظر وتفسد التصوير بالكاميرا أو الفيديو. بكتير من البلدان يوجد مراكز متخصصة لمعالجة النفايات الخطيرة مثل اللمبات الفلورية، والشركات الكبيرة هي من أكثر المستخدمين لهالنوع من اللمبات، ومطلوب منها جمع لمباتها الغير صالحة وإرسالها للمراكز المتخصصة. وللأسف بلدنا العربية دايما في خبر كان بخصوص كل شيء بيتعلق بصحة الإنسان وسلامة البيئة. بتمنى هالمعلومات تكون فادتكم، بتمنى تنشر رابط هالشريط بكافة الوسائل لأكبر عدد من الناس حتى تعمل فائدة، وما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب، ولمشاهدة أشرطة أخرى بأي وقت على اليوتيوب فتشوا تحت إيهاب بلانت كلمة وحدة، أو ضغطوا على الرابط أسفل هالشريط. إلى اللقاء.